ان شاء الله خير. ابو نايف ودك تسمع ولا ما ودك؟ لا والله ودي اسمع الكلام الطيب. يا سلام يا سلام. وانا بعدين اذا قلت قصيده اشوف ابتسامه الدكتور. صراحه نبي شيء نشوف فيها ان الشعر له حكمه. يا سلام يا سلام. طيب نختار لكم قصيده وبنختم بشيء. يا سلام روح. هذه يمكن القصيدة المناسبة اللي ذكرنا فيها أبو محمد يوم تكلم عن اللي يركزون على بعض الأمور. نعم. ولا اللي تشره أحيان، في ناس تشره تحك الشرها وأنت تبي تبعد عنها بأي طريقة عشان ما تدخل في جدال أو تدخل في مقاطعة مالك فيها. فأقول يام كثرت الكلام ويام دورت الدعاوي. يا سلام. من مشادر بتشره كيف له وجهه يتشره السواليف الرخيصة دونها صدري غناوي نحروها قلب نخفيف لجاه القول فر فرت القصاد للسبحة على تصفيق غاوي إن صحت الزاد شره وانسفهت الزاد شره تحسبون القلب لهواياتكم فاضي وهاوي فيه ما يكفيه من وقع الحياة المستمرة ممتلي قلب ممتلي صدري هموم وممتلي صدري هقاوي والله إن الثوب بعض أحيان منها دوبة أزره لو يطول الهم ما حب التجني والشكاوي يقلب الليل الحزين المظلم النور ومسرة فاتح باب الأمل متمسك بحبلة الرجاوي وقبل بعزي وكني ما عرفت الحزنة مرة يوم أوزع للوجيه الابتسامة بالتساوي يدري أن البعض منها يلحق السقمة ومضرة والمداوي تالي الأيام في حاجة مداوي بعد ما عياها السهر ما قيل له لله درك كافح العدوى بعلم وكثف بحاثة التداوي وانتقل وصفه بجهد وجابها حب ومبرة البلا جاب الدوى مستبشر وبارت بلاوي المرض مالي صدور تونسه ولا تقرك كل صدر يمتعض صدر على كيفه فتاوي حرم المرة وقلنا له دليلك قال مرة. جميل. سلام الله خير. سلام الله خير.